لو انت عندك طبعا كانون بيكسيما ام جي 2540 اس او ام جي 2545 اس وعاوز تعرفه من خلال الكابل يو اس بي، الموضوع ده يهمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد الساب من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده ازاي نعرف الطبع الكانون ايبكسيما ام جي 2540 اس او 2545 اس من خلال الكابل يو اس بي. يعني هتقدر تعرف الطبع وتعمل سكان من خلال الكابل يو اس بي اللي واصل ما بين الطبع والكمبيوتر او اللابتوب. وانا سيب لكم رابط تحت الفيديو دوت، الرابط ده فيه النسخه الاصليه لاسطوانه التعريفات المرافقه مع الطبع، تقدر تحمله بكل سهوله بدون اي مشاكل. لو انت عندك السيدروم او الاسطوانه التعريف ضاعت منك او مع نفس دروم، فتقدر تحمل التعريف بكل سهوله بدون اي مشاكل. وعشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر على طول ونمشي الخطوات واحده واحده مع بعض، يلا بينا. فبعد ما نحمل التعريف اللي موجود تحت الفيديو، هيظهرنا على هيئه الملف ده. اول حاجه هتضغط كليك يمين وتعمل اكسيت هير، هيطلب منك باسورد. الباسورد 9876543321، ونعمل اوكي. وزي ما انتم شايفين بيتفك الضغط على الملف تاني، ننتظر لحد ما الضغط يتفك ونخش في الخطوه اللي بعدها على طول. وزي ما انتم شايفين الضغط اتفك خلاص، هنخش على الملف اللي فتح دوت ونختار اخر حاجه ام اس سيت اب 4، ثم هنعمل يس. هنعمل لانجويج ونختار باللغه العربيه، ايت باللغه العربيه، ونعمل باك. هنلاقي القائمه كلها اتغيرت الى اللغه العربيه. هنعمل التالي، ثم لو انت في اوروبا او الشرق الاوسط او في افريقيا عامه او في اسيا، بتختار القاره اللي انت فيها وبتعمل التالي. هنا بندور على البلد اللي انت مقيم فيها، لو ما لقيتش بتعمل التالي، ثم بنعمل تحديد لكله حتى دي كمان، وبنشيل الدليل الخاص بالمستخدم وبنسيب صح على الباقي، وبعد كده بتعمل التالي، وبعد كده بنعمل نعم، وبعد كده بنعمل التالي. طبعا هنا بيقول لك المتبقى 10 دقائق تقريبا حتى الاكتمال، وحاليا بيثبت الام بي درايفر اللي هو الخاص بالتعريف. طبعا كل ما جهازك يكون اسرع وامكانياته اسرع والويندوز كويس، كل ما هتلاقي الخطوات دي بقت سريعه معاك. دلوقتي عدى 20% ووقت متبقي 8 دقائق. دلوقتي اللي عدى بالظبط 40%، ودخلنا على تاني حاجه ماي ايمج جارد، ده الخاص بالاسكانر واعدادات الاسكانر عامه. شايفين دخل في كوايك مينيو، والكوايك مينيو دوت الخاص بالاسكانر او تعريف الاسكانر عامه. ودلوقتي خلصنا الكوايك مينيو، دلوقتي دخلنا على الايزي ويب برنت اي اكس. طبعا لازم يكون متواصل عندك الانترنت عشان في حبه تنزيلات هتنزل ساعه التعريف. زي ما شايفين في الخطوه دي بيقول لك ركب الكابل يو اس بي في مدخل الكمبيوتر وشغل الطبعه. دلوقتي اول ما ركبت الكابل يو اس بي قال لك تم الكشف عن الطبع، الرجاء الانتظار حتى اكتمال التثبيت. زي ما انتم شايفين هنا منيو ظهر هنا، ده برنامج بينزل ساعه التعريف، وده خاص بالاسكانر. يعني بعد ما خلص التعريف عامه هتلاقي الكويت منيو ديت ظهرت على هيئه زاويه هنا كده، حرف ال بس معكوس، ده بيبقى خاص بالاسكانر فقط. وهنا بقى اول ما يظهر لك القائمه دي معناه ان الطبعه بتاعتك اتعرفت بنجاح. هنعمل التالي، ثم هنا بيقول لك يتم اكمال اعداد المنتج الان جاهز للاستخدام. انقر فوق التالي للمتابعه الى الخطوه التاليه اللي هو اضغط التالي. هنا هنعمل الغاء، مفيش اي لازمه ديت احسن، وهنا لا اوافق. تم التثبيت بنجاح، هنعمل انهاء، وبكده الطبعه بتاعتك اتعرفت طباعه وسكانر. طب احنا دلوقتي عايزين نتاكد ان هي اتعرفت طباعه ازاي؟ هنيجي هنا عند كنترول بانل زي ما انتم شايفين هنا، ضغطتين ورا بعض، وهنيجي عند فيو ديفايسز اند برنترز، ضغطه واحده بس. بعد ما اخترنا فيو ديفايس اند برنتر، الطبعه بتاعتنا اهي كانون ام جي 2500. هنعمل كليك يمين عليها ونطلع فوق على كلمه هنا اسمها برنتر بروبرتيز عشان نتاكد ان هي شغاله واتعرفت. وبعد ما نختار برنتر بروبرتيز ديت، هنيجي هنا على الكانون ام جي 2500 سيريز برنتر، مش هنختار داخلها اكس بي اس، لا هنختار اللي هي فوقيها على طول دي اللي هي دي، ضغطه واحده بس. بعد كده هيفتح لك القايمه ديت، هتختار تحت هنا برنت تيست بيج، ضغطه واحده عليها. مجرد انك تضغط عليها ضغطه واحده، لازم تكون مجهز ورقه في الطبعه عشان تعرف، عشان هي هتسحب دلوقتي الورقه. هنعمل هنا بدء الطباعه، طبعا ده المعدل الحبار البلاك وده الكلر، وده صوت الميكانيكا بتاع الطبعه عادي جدا.
الورقة بتاعتك دلوقتي وكده الطبعة اتعرفت بطباعة من الكمبيوتر. دلوقتي هنخش على حبة خصائص في الطبعة يعني من خلال الكمبيوتر، ونعرفه حبة حاجات بسيط لازم تعرفهم لو انت عندك الطبعة الـ MG 2540 اس او 2545 اس. في حبة حاجات لازم تعرفهم. اول حاجة لو انت عملت صح على ديت فانت كده خليتها تطبع على الوجهين، هتطبع من الكمبيوتر على الوجهين يدويا. يعني لو هتطبع على الوجهين هي مش هتاخد الورقة اوتوماتيك وتلفها وتطلعها، لا انت هتعملها هنا مكتوب هنا حتى بين قوسين يدويا، ما فيهاش اوتوماتيك. الطبعة دي ما فيهاش خاصية الطباعة على الوجهين اوتوماتيك. بمجرد انك نشتري الصح دي يبقى خليتها ورقة ورقة. اما رقم اتنين دي الطباعة بتدريج الرمادي، لو عملت عليه صح فالطبعة بتاعتك هتطبع ابيض واسود فقط مش تطبع ملون. بمجرد انك تشيل الصح يبقى انت لغيت الخاصية دي. هنا نوع الوسائط ده الورق بتاعك، لو الورق اللي هو المذكرات المدرسية اللي هو المذاكرة بيبقى ورق عادي. اما لو هتطبع دي صور فوتوغرافية بتاعت الاستوديوهات بالضغط هنا وبتنزل على هنا وبتختار فوتو بيبر بلس جلوسي 2. دي جودة الطباعة. لو انت هتطبع على ورق مذكرات مدرسية فهتسيبها زي ما هي قياسية، اما لو انت هتطبع على صور فوتوغرافية فهتخليها عالية او هاي. هنا حجم الورق، طبعا الحجم بتاعنا اللي احنا عارفينه اللي هو الاي 4، عندك اي 4 واي 5 وبي 5 وعندك 10 ب 15 ال 4 ب 6، فاحنا بنختار اللي هو الاي 4 بتاعنا. وقبل ما تظبط اعدادك هنا عدد النسخ معاك من نسخة لحد 999 نسخة. ظبطت اعدادك وكل حاجة بتعمل ابلاي ثم اوكي عشان تحفظ الاعداد اللي انت عاوزها. كده احنا خلصنا ازاي نعرف الطبعة، يلا بينا ازاي نستخدم الاسكانر بعد ما خلصنا تعريف الاسكانر من الاسطوانة المرفقة مع الطبعة. واول حاجة هتلاقي حرف ال ده ظهر عندك، ده خاص بالاسكانر. احنا هنستخدمه قايمة واحدة بس او ايقونة واحدة بس. الايقونة ديت عليها رسمة عائلة مع بعض، يعني عائلة. والورقة دي عايزين نعمل لها سكان من الكمبيوتر. اهيت هتحطها كده عادي جدا لحد الاخر كده اهيت كانك هتصور، ونقفل الباب دوت وبعد كده نروح للكمبيوتر ونضغط اسكان. هتعمل ايه بعد كده؟ هتروح هنا وتضغط على الايقونه ديت. الايقونه دي ممكن تلاقيها هنا وممكن تلاقيها هنا، بس هي دي رسمتها اهيت، ضغطه واحده بس. هنعمل هنا صح على ديت عشان مش كل شويه تظهر لك، ونعمل موافق زي ما شايفين. بيقول لك جاري اجراء المسح الضوئي لا تفتح غطاء المستند، يعني طول ما هو بيعمل مسح ضوئي ما تفتحش الغطاء اللي عليه الورقه لحد ما تخلص. وده صوت الاسكانر وهو بعد ما خلص. دلوقتي بيقول لك جاري نقل الصوره، ودلوقتي بيحفظها لك في حته، هو هيفتح لك اوتوماتيك دايركت بدون ما انت تفتحها. زي ما شايفين البرنامج اتفتح، ده البرنامج اللي حملناه ساعه التعريف ماي ايمج جاردن، ودي الصوره اللي احنا عملناها سكان دلوقتي، تضغط عليها ضغطه واحده اهيت. بمجرد ان خلصت عايزين نعرف الصوره دي اتحوزت فين. هنخش هنا على اللي هي دي احمد السيد، او انت ممكن تكون مسميها باي اسم عندك، هو ازيز بي سي اهيت، ضغطتين ورا بعض. ثم هنخش هنا على دوكمنتس، هنلاقيها اهيت بتاريخ النهارده 25/4 اهي 25/4. نفتح فتحه واحده بس اهيت، وزي ما شايفين دي الصوره اللي انا عملت لها سكان من البرنتر. وبكده عرفنا ازاي نعرف الطبعه من الكمبيوتر، وازاي نطبع من الكمبيوتر، وخصائص الطبعه من الكمبيوتر، وازاي نعمل اسكان من الكمبيوتر. وبكده خلصنا موضوع حلقه النهارده، اتمنى انكم استفدتوا منه، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.